الربا وغزم زاد له تقوس التكنولوجيا قلت نتلم معاملات قلت التجار أتي قلت نتلم معاملات إلا قلت نتخ... ما يحلان إلا قلت ما يحرم وكان من معاملة اللي يحرم ربي تبارك وتعالى يقتل الربا تقع من كبائر الذنوب تقع من السبع الموبقات ربي تبارك وتعالى إسكالت العقوبة يشدان وليشتن الربا الدنيا ولا اللي خفت تقع من أسباب لتحيات ربي تبارك وتعالى البركة أغلمان إن ربي تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وكان الربا التالي كلا صنف بينين تخصني الشرع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر أي القمح بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا الأصنافات الربا قسمة الأنواع النوع تقى العلة تقى الثمن أشكو تقى الثمن البضائع زند الذهب الفضة البلاصنص إلا البلاصنص غلا الأوراق الفلوس فتنتني إلا البلاصنص الذهب غلا تيلي ويسين الصنف ويسين واللي مو تقال عيلانس أريد كيالة تشتع يعني الزراغ الزراغ الكيل يعني أريد نتوزان أريد نشتع زوند الشعير طومزين ديردن التمر تيسنت دوبلوح تيسنت وكان اسنت الشكشام كل ما تلدار العلاية زون الرز دو سنقار وكان الربا يقاسي الانواع واللي زورني قا ربا الفضل التقان اي سنز بنادم سين الحوايج قالين سين الاصناف من الربا ولكن يان يزود نفين اضني يزود اي زنز ذهب اقديم سوى الجديد ولكن لازم يتزايد هنا غادي يقال ربا يخسى يقال زند زند يخسى تقدين تغل الميزان تغل زنز ذهب سواء يقال قديم ولا جديد هتني الزنز ولكن تقدين يغل الميزان والسين يقال ربا النسيئة أي الاتجاه ثمن أر من بعد يقال حتى تنسي الأنواع ولي قسني زوار أي زيد الفلوس المقدار في الجين أي اليوم زن الدين أشكو يخر وريد ويخر الدين يوم زن الفلوس دار غوا الناس يغدير يوم زن ألف درهم الناس يغد كرد يرن أي ثلاث ألف ومية درهم وكان مية درهم اللي يزود انت تيقن ريبا أشكو يزود انت على سب اللي يخر الدين والسين قد أي أونا يخرن أوريومز أوريومز تمن يغنزن سين أورجينيان زون دي زنز دهب سنقرد ولك زنز دهب سنقرد أو كان دهب سنقرد رأي اللي تفادل القرصن الدهب رأي قر الفيض ضيغرات نزين ولكن أوريومز تمن أوريومز تمن هاندي غادي قريبا يخسي زنز دهب سنقرد وخاف لسي زيد الذهب غنقرض السنه زاد تيقوت الذهب يدرس ولكن خصها ايام الفلوس غاكودا وكان غير هاد الغيله غيكاد حتى الفلوس غلات ليلا العملات الورقيه اللي غلا هاتي اللي كانت لان تغلبات الذهب الفضه وكان غير الزنز العملات العمله خصها تقدا تونا الزنز غلات درهم 6 درهم خصها تقدا يعني تكفى 1000 درهم خصها تكفى 1000 درهم هادو اللي زاد ولا الفلوس زاد ولا درهم اما اغري الزنز الدرهم سير ريال اكودن راهي لي تفاضل قاسم ولكن خصها اتنيه مزغل بلاصت يعطيو لي مزغل بلاصت عتي قاد الربا وكان هان الربا ايات ما يشقى المسلم خصها ادفن انفلاسيتي يكفاستي الساعه التوريسكا اشكر ربي تبارك وتعالى التيني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.